النهارده هنيجي على الاساليب الحركات الطويله اللي هي المد. ايه المد ده؟ بيقول المد ثلاث انواع، هو المد بالالف ومد بالواو ومد كمان بالياء. ايه المد بالالف؟ هو الف قبلها فتحه زي كلمه سماء. طيب الالف لازم يجي قبلها فتحه؟ اه لازم يجي قبلها فتحه، وما ينفعش على الالف اي حركه، حتى الهمزه ما ينفعش فوق الالف. يبقى الالف يقوم مد بالالف، بيقول انا مد بالالف، انا شكلي مختلف، انا قبلي بيجي فتحه وبعدها الف. طيب المد بالواو؟ مد بالواو هو عباره عن واو وقبلها ضمه زي كلمه كسور. فين مد بالواو؟ هو كلمه، هو حرف الواو. طيب حرف الممدوده وحرف الصاد اللي بيبقى قبل حرف المد له مد بالواو. المد بالياء هو عباره عن حرف الياء وقبليه كسره. انا مد بالياء شاطر وعندي ذكاء، انا قبلي بيجي كسره وبعدها ياء زي كلمه ايه؟ زي كلمه تين. يلا كلمه تين فين المد؟ الياء. طب فين الممدود؟ هو حرف التاء وهيبقى تحتيه كسره. حدد حرف المد والممدود في الكلمات الاتيه. تعالوا نقرا اول كلمه. الازهار. الازهار فين هو حرف المد؟ حرف المد هو حرف الالف. طب انهي الف؟ الالف دي ولا الالف دي ولا الالف دي؟ هي الالف اللي في النص يا مس. طيب ليه؟ لانها قبلها فتحه، وكمان مش عليها اي حركه ولا همزه، وكمان لازم المد يجي في النص، ما ينفعش يجي في الاول. فهنا حرف الالف ده ما ينفعش يكون حرف مد، واللي في النص ده برضه ما ينفعش يكون مد لان فيه همزه. يبقى حرف الالف هنا اللي في النص هو حرف المد. طب فين الممدود؟ اللي عليه حركة الفتحة واللي قبل الألف اللي هو حرف الياء. طيب الكلمة اللي بعدها كسور. هي مدت في حرف ايه؟ حرف الواو يا مس. طيب حرف الممدود فين الحرف الممدود اللي فوق الضمة؟ هو حرف الصاد. طيب الكلمة اللي وراها سمير. مدت في حرف ايه؟ حرف الياء. طيب والممدود؟ طبعا الميم لان تحتيها كسره وهي اللي قبل المد. طيب كلمه جديده ايه دي؟ ادم. هي فين المد هنا؟ طبعا الدال والميم ما ينفعش يكونوا مد، ما فضلش غير الالف. طب الالف ايه ده؟ ايه اللي فوقيها دي؟ دي علامه اسمها علامه المد، بتتكون من حرفين، اول حرف عادي الالف وتاني حرف الف فيها همزه، هيبقى ادم. يبقى حرف المد هنا هو الالف، والممدود هيبقى الالف اللي فيها همزه وهيبقى فيها فتحه. حيوان. ايه ده يا مس؟ ده في ياء وواو والف الثلاثه مع بعض. طيب فين حرف المد بقى فيهم؟ مديت في حرف الايه؟ هو حرف الالف. طلع هو حرف الالف. طب اشمعنى حرف الالف؟ لان اتفقنا ان حرف الالف ما عليهوش اي حركه وقبليه كمان الفتحه اللي هي صاحبته، لكن الواو هنا فوقيها فتحه تنفع تبقى مد؟ ما ينفعش. والياء برضه فيها فتحه فما ينفعش تكون مد. طيب الممدود هيبقى ايه بقى؟ قبل حرف الالف هو حرف الواو وفوقيها الفتحه صاحبه الالف. تاني سؤال، هو ضع دائره حول المد في كلمات الاتيه. خيار. اه عندنا حرفين الياء والالف، طب يا ترى انهي فيهم المد؟ الياء ولا الالف؟ تعالوا نشكل الكلمه كده. خيار. هي بان بقى مين حرف المد هنا؟ هو حرف الألف، والياء هتبقى ممدود. أسوان. تعالوا يلا نشكل أسوان. هي فين المد؟ طبعا بان اهو الألف وجنبها صاحبتها. تين. تين هي التاء تحتها كسرة، يبقى فين المد؟ هو الياء.